السلام عليكم ورحمة الله. نهاية امتحانات كتاب الإكسلنت الخاص بالأزهر الشريف، سنة ستة ابتدائي، امتحانات الإنجليش بتاعت سنة ستة ابتدائي من كتاب إكسلنت. الامتحان الأولاني جنرال تيست 7، أول سؤال read and complete، عندي أربع كلمات بختار منهم وأحط في الدايلوج. دي دايلوج بين أمل أند ماجدة. Where are you going? Where are you going? أنت رايحة فين؟ Where are you going? Where are you going? I am going to the. أنا رايحة the. طبعا لازم أدور على اسم مكان. I am going to the إيه؟ إيه فوق هنا ينفع مكان؟ I am going to the market. I am going to the market. Why are you space there؟ انت لماذا سوف تذهبين هناك؟ why يعني لماذا، you يعني انت تذهبين. why are you going there؟ why are you going there؟ I would like to do some shopping، انا عايز اعمل بعض الشوبينج. no. number 3 is going with you، مين اللي جاي معاكي؟ من يعني ايه يعني هو؟ who is going with you؟ who is going with you؟ مين اللي جاي معاكي؟ my brother احمد. My brother أحمد يعني أخي أحمد. My brother أحمد. قولها تاني. Where are you going? I am going to the market. Why are you going there? أنت ليه راح هناك؟ I would like to do some shopping. أنا عايز أعمل بعض الشوبينج. Who is going with you? مين اللي جاي معاكي؟ My brother أحمد. Circle the odd word and replace it with the correct one. حط دايرة حوالين الكلمة المختلفة وحط مكانها كلمة صح. flute, train, drums, tuba كلهم musical instruments إلا train. train يعني كتار، أشيل train وحط أي musical instrument تكون سهلة. cello, cello, C-E-L-L-O cello. badly, quietly, good, loudly كلها adjectives. adjectives يعني صفات في آخرها الواي، يعني كلها adverbs إلا good. بدلي يعني بشكل جيد، quietly يعني بهدوء، good يعني جيد، مش loudly يعني بصوت عالي، كلها adverbs إلا good. طب good دي عشان أخليها adverb بتبقى إيه؟ تبقى well. W-E-L-L دي irregular غير منتظمة، المفروض أنا أحط لها L-Y، لكن good ما ينفعش أحط لها L-Y، فبحفظها بتبقى well. وأول مش أنا مش عارفة إن good تبقى well، أجيب أي صفة تانية وأحط لها L-Y، زي مثلا sad أحط لها L-Y تبقى sadly، slow يعني بطيء أحط لها L-Y تبقى slowly. number 3 ليون دير بيرد تايجر كلها animals الا كلمه بيرد ده طائر، اشيل بيرد واحط مثلا ممكن احط باندا، ممكن احط مونكي. باندا بي اي ان دي اي، مونكي ام او ان كي اي واي. number 4 ران بلاي كوكي تشير كلها افعال الا كلمه تشير، اشيل كلمه تشير واحط فعل، ممكن احط هيلب اتش اي ال بي، ممكن احط جو جي او، ممكن احط watch w-a-t-c-h، ممكن احط wash يغسل w-a-s-h، اي verb في المصدر في الانفينيتيف فعل من غير اي حاجه. number 2 و number 1 في اللي تشوز I am not ready for the concert، انا بستعد للكونسرت، يستعد يعني I am getting ready for the concert. I am getting ready for the concert. can you the wild animal، هل تستطيع ان ترى the wild animal يعني الحيوان المفترس. can you see the wild animal، can you see the wild animal. number 3 how did they play the match، كيف لعبوا الماتش، هم لعبوا ماتش او هو لعب الماتش جيد ولا بشكل جيد، بشكل جيد او بشكل او بشكل سيء. طب يعني ايه، انا عايزه هنا يعني adverb، يعني ما ينفعش اقول they played، they played good غلط، ممكن اقول they played well جيدا، او ممكن اقول they played badly بشكل سيء، quietly بهدوء مفيش مشكله، انا ما ينفعش اقول زي بلايد جود. بعد الافعال ما بتجيش صفه، بتيجي ادفيرب، الادفيرب ده اللي بيبقى في اخره ال واي. طب ما انا حطيت هنا ويل ليه؟ لان جود ما ينفعش ان انا احط لها ال واي، فبحفظها بتبقى ويل. زي بلايد ويل. اي كان ان نيوز بيبر، بعمل ايه في نيوز بيبر؟ اي كان ريد ان نيوز بيبر. شي از فيجيتابلز، بتعمل ايه في الفيجيتابلز؟ شي كان او شي تشوبس، تشوبس تشوبس يعني بتقطع الفيجيتابلز. ذا ايجل از فاستر، في هنا صفة بآخرها اي ار يبقى زان. ذا ايجل از فاستر زان، اسرع من، مش زن خلي بالنا، فاستر زان. every morning القطعة، every morning علي gets up at 6 o'clock. he has his breakfast with his family، بيتناول الفطار مع اسرته. he usually has bread, cheese, eggs and milk، يبقى هو بياكل ايه على الفطار؟ bread, cheese, eggs and milk. زين وبعد كده he carries his school bag، بيشيل الشنطة بتاعة المدرسة to school.
On his way to school وفي طريقه للمدرسة he buys a flower بيشتري وردة to Mr. صلاح his English teacher. Usually has lunch at 3 p.m. دايما بيتناول الغداء الساعة 3. He goes to bed at 8 o'clock وبيروح ينام الساعة 8. Choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة. علي نقط space up at 6 o'clock بس هنا فين up؟ أنت كلمة up بيعمل إيه؟ gets up at 6 o'clock معلش لكلمة gets يبقى علي gets up at 6 o'clock بيستيقظ الساعة 6. He buys a to his English teacher بيشتري إيه للإنجلش تيتشر؟ عرفنا إن هو he buys flower. What does علي have for breakfast؟ قلنا بياكل إيه على الفطار؟ bread, cheese, eggs and milk. What does علي do at 8 o'clock؟ علي بيعمل إيه الساعة 8؟ He goes to bed at 8 o'clock بيروح ينام الساعة 8. Kindergarten activities أنشطة الحضانة. ممكن أول حاجة أكتب جمل سهلة أوي I love my kindergarten أنا بحب الحضانة بتاعتي وبعدين أحط نقطة وبعدين نشوف أنا كنت بعرف أعمل إيه وما كنتش بعرف أعمل إيه في الحضانة. ممكن أقول I could blow a bubble أنا كنت بنفخ فقاعة. I could build a sand castle كنت بعرف أبني sand castle. I couldn't write letters أنا ما كنتش بعرف أكتب letters. I couldn't speak English ما كنتش بعرف أتكلم إنجليزي. I could play football أنا كنت بعرف ألعب كورة. I could ride a bike كنت بعرف أركب عجلة. هنكتب كده على kindergarten activities. دي rearrange يعني رتب. أول جملة الجملة دي بتيجي كتير جدا في الأزهر. ما نوع الحفلة اللي المدرسة بتعملها؟ أو اللي المدرسة عملتها. ما نوع الحفلة اللي المدرسة عملتها؟ What kind of party did the school have? What kind of party did the school have? Number two. هو عزف على الريكوردر بشكل حزين أو بحزن بالأمس. He played the recorder sadly yesterday. كلمة yesterday دايما بتيجي إما في الآخر خالص إما في الأول خالص. مينفعش أحطها في النص. He played the recorder sadly yesterday. He played the recorder sadly yesterday. Number three. عايزة أقول إن Black Bears اللي هو الدب الأسود بيبات بيات شتوي في الشتاء. Black Bears hibernate in the winter. Black Bear hibernate in the winter. أمال مين اللي ما بيعملش hibernation في الوينتر؟ مين اللي ما بيعملش بيات شتوي في الوينتر اللي هي الوايت بات؟ يبقى البلاك بيرز هايبرنيت ان ذا وينتر. نمبر 4. اين تعيش الباندا؟ وير دو بانداز ليف؟ البانداز بتعيش فين؟ بتعيش ان ذا ماونتين اوف تشاينا في جبال تشاينا. عشان لو قلت لنا في الباراجراف جاينت بانداز ليف ان ذا ماونتينز زي ليف ان تشاينا. ادي جملتين اهو لو قالنا عن جاينت باندا في الباراجراف هقول جاينت بانداز ليف ان ذا ماونتينز بتعيش في فين؟ في الجبال. نقطه زي ليف ان تشاينا هما بيعيشوا في الصين. they eat bamboo هما بياكلوا البامبو ماشي. general test 8. he nice who open the dialogue between امير and سعيد. how was the film كيف كان الفيلم؟ it was كان ايه الفيلم كان ايه؟ it was nice. it was nice يبقى هنا هكتب number 1. is the hero مين كان البطل؟ من يعني ايه؟ من يعني هو يبقى هو was the hero. مين كان البطل؟ هو كان عادل امام. هي از عادل امام. وين از ات يعني الفيلم بيفتح الساعه كام؟ وين از ات اوبن متى يفتح؟ وين از ات اوبن. بعد كده سيركل ذا اود وورد اند ريبليس ات وذ ذا كوريكت وان. شوف الكلمه المختلفه وحط مكانها كلمه صح. سي هوم وورك بلو بيل. يعني يقول homework واجب blow يعني ينفخ بيل يعني أشر. كلها verbs كلها أفعال إلا كلمة homework. أشيل كلمة homework وأحط أي verb في infinitive. ممكن أحط go ممكن أحط play أي فعل سهل. run are you in كايرو لندن روم هابي. كلها cities يعني مدن إلا كلمة هابي. أشيل هابي وأحط Paris P-A-R-I-S Paris B A R I S
بروجرام، فيلم، كلاس، نيوز، كلها حاجات بنشوفها في التلفزيون بنشاهدها في التلفزيون، الا كلمه كلاس، كلاس يعني فصل. ممكن احط كلمه ماتش، ماتش كوره، ام اي تي سي اتش. ممكن احط كلمه شو، اس اتش او دبليو يعني عرض. ساندي، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، كلها مانس، كلها شهور، الا كلمه ساندي. احط ماي، ام اي واي. كلمه ماي دي سهله، 3 حروف بس، ماي يعني شهر مايو، ام اي واي. ماشي. Could we ask you questions؟ السؤال اللي بيجي كتير قوي questions في اخرها اس، طالما حاجه في اخرها اس احط قبلها يا فيو يا مني. ليتل وماتش ما بيجيش بعديهم اس، وكلمه الوت مش هينفع اخدها لان الوت لازم يجي بعديها اوف، مفيش هنا اوف، مش هينفع اخد الوت، مش هينفع اخد ليتل وماتش، بيجي بعديهم كلمات لا تعد، ما ينفعش اخد بعديهم اس، يبقى قدامي يا اما فيو يا اما مني، مفيش مني يبقى فيو. Could we ask you few questions؟ ممكن اسالك اسئله قليله. Do you like؟ بعد كلمة like وانا مغمضة بيجي verb plus ing. Do you like being a pilot؟ Do you like being a pilot؟ والجملة دي كمان بتيجي كتير اوي في الترتيب. Do you like being a pilot؟ يعني هل تحب ان تكون pilot؟ When did؟ طبعا كلنا كل على طول مهما اقول برضو كلمة did دي على طول لما بنشوفها نروح حاطين ماضي، لا غلط. Do، does، و did لما بشوفها بيجي بعديها infinitive فعل في المصدر. When did he go؟ When did he go؟ مش when did he went، نعملها على طول he went، غلط طبعا. did بيجي بعديها infinitive، ماشي، يعني فعل بدون اضافات. I can، وبرضو كان بيجي بعديها infinitive. I can speak English، I can speak English، استطيع ان اتحدث اللغة الانجليزية. My sister can to 10، اختي تستطيع ان تعد الى لحد 10، اختي بتعرف تعد لحد 10، يعد يعني count. My sister can count to 10. If he wins a prize، لو فاز بالجائزة، he will be، هيبقى ايه؟ هيبقى proud. proud يعني فخور او happy، ممكن تجي كلمة happy هنا مكان proud. If he wins a prize يعني هو لو فاز بالجائزة he will be proud. Many tourists visit Egypt every year، كثير من السائحين بيزوروا مصر كل يوم. why؟ ليه الناس بيزوروا مصر كل سنة؟ sorry كل سنة، every year كل سنة. because Egypt has one third of the world's monuments، لأن مصر فيها one third يعني تلت آثار العالم. there are a lot of beaches، يوجد كثير من beaches، شواطئ، hotels and parks، والحدائق. they visit the Egyptian museum، بيزوروا المتحف المصري in Cairo. they visit the pyramids and the sphinx at Giza، بيزوروا الأهرامات والسفنكس يعني وأبو الهول في الجيزة. they also visit temples at الأقصر، بيزوروا الأقصر المعابد في الأقصر. زي like taking photographs، بيحب يلتقطوا الصور. of our great places، many tourists، كثير من السياح بيعملوا ايه؟ اهو visit Egypt، كثير من السياح بيزوروا مصر. they can visit the temples، فين التمبلز؟ اهي التمبلز فين؟ at الأقصر. they can visit the temples at الأقصر. what do tourists like to take؟ السائحين بيحبوا ياخدوا ايه؟ they like taking photographs، بيحبوا يلتقطوا الصور. they like taking photographs. What do they visit at Giza؟ بيزوروا ايه في الجيزة؟ بصفوا. They visit the pyramids and sphinx at Giza. They visit the pyramids and sphinx at Giza. Number 4. Write an email of 5 sentences to إلى مين بقى؟ فين friend؟ فين friend؟ أدي friend أهو. مين الفريند؟ سعيد، يبقى to سعيد at eg.com. From، جاي من مين؟ اسمك انت ايه؟ قالك انت اسمك ايه؟ your email address، your email يعني الايميل بتاعك انت امير، يبقى from امير at school.com. about، تكلموا عن ايه؟ visit to the pyramid، زيارة الى الاهرامات. dear عزيزي، بقى تجاوب لمين؟ يبقى هكتب هنا كلمة dear. dear مين؟ dear سعيد، اكتب dear سعيد هنا، ادي dear واكتب هنا سعيد، اكتب هنا dear عزيزي d e a r واكتب هنا سعيد. هنا بقى How are you and your family؟ طبعا أول جملة في الإيميل How are you and your family؟ وأول ما بيجي لي جملة باراجراف أو إيميل عن أي زيارة لأي مكان، طبعا أسهل حاجة هكتب كل الجمل في البوست. أقول مثلا last week، الأسبوع اللي فات I visited، أحط لها إيدي I visited the pyramids، زرت الأهرامات، وبعدين أحط نقطة بين كل جملة والتانية، بحط نقطة وأبدأ بحرف كابيتال I visited the pyramids، وبعدين بحط نقطة. I went with my family، أنا ذهبت مع أسرتي، وأحط فول ستوب تاني وأبدأ بحرف كابيتال. We went by car، إحنا ذهبنا بالعربية، فول ستوب تاني. We were happy، where اللي إحنا كنا سعداء، اللي هي الجمع بتاع was، was كان، where إحنا عشان قلت we يبقى كلنا. We were happy، ماشي.
We saw احنا شفنا، ممكن نشوف ايه في الاهرامات. We saw camels شفنا جمال. We saw tourists السائحين. We saw the pyramids شفنا الاهرامات. We ate pizza احنا اكلنا بيتزا. كل الافعال في الماضي، وبعدين في الاخر هنا كلمة yours يعني صديقك. مين اللي بعت الجواب؟ انت اسمك ايه؟ امير. yours امير. rearrange. rearrange the following words to make the correct sentence يعني اعد ترتيب الكلمات علشان تعمل جمل صحيحة. هل ميس أميرة كانت مدرسة السنة الأولى بتاعتك؟ هل ميس أميرة كانت مدرسة السنة الأولى بتاعتك؟ Was ميس أميرة your first grade teacher؟ Was ميس أميرة your first grade teacher؟ Was ميس أميرة your first grade teacher؟ Number two، أنا بعمل رحلة خارج البلاد مرة كل شهر. I have an overseas flight once a month. I have an overseas flight once a month. يا ريت نكتب، يعني يا ريت كل جملة كده نوقف ونحلها لوحدنا ونشوفها. I have a, I have an overseas flight once a month. يعني أنا عندي رحلة خارج البلاد مرة كل شهر. I have an overseas flight once a month. Number two. Do you remember? هل تتذكر؟ Do you remember? Do you remember our kindergarten class؟ فصل الحضانة بتاعنا. Do you remember our kindergarten class? Do you remember? هل تتذكر؟ Our kindergarten class فصل الحضانة بتاعنا. When did he move to Alexandria؟ يعني امتى انتقل إلى الإسكندرية؟ When did he move to Alexandria? When did he move to Alexandria? Read and complete. Went family who did. منى وأمنية. Did you go to the pyramids؟ أمنية، هل ذهبت إلى البيراميدز يا أمنية؟ Yes I. طالما السؤال بيبدأ بديد يبقى هجاوب بديد. Yes I did. How did you go there؟ كيف ذهبت إلى هناك؟ السؤال هنا فيه did، لما أجي أجاوب هجاوب الفعل في الماضي. How did you go there؟ I went there by car. أنا ذهبت إلى هناك بالسيارة. Did you go with؟ رحت مع من؟ من يعني إيه؟ يعني هو. يبقى هو did you go with؟ I went with my، أنا ذهبت with my family. I went with my family، ذهبت مع أسرتي. هنا الكلمة المختلفة حط حواليها دايرة وحط مكانها كلمة تانية. slow بطيء، quick سريع، happily بسعادة، sad حزين. كلها صفات اللي هابلي دي ادفيرب حال، اشيل هابلي، اشيل منها الاي ال واي واحط واي تبقى هابي. ممكن احط كلمه اي بقى بيج، ممكن احط كلمه فاست، اي حاجه من غير ال واي، كلهم ادجكتيفز عاديه مش ادفيربس. جانيوري، مونداي، مارش، ابريل، كلهم مانس الا مونداي، اشيل مونداي واحط ماي، ماي واي. ويتش، وين، وير، دو، كلها كلمات استفهام الا كلمه دو. ممكن احط كلمه كيف، هاو، اتش او دبليو. ممكن احط كلمه من يعني هو، دبليو اتش او، ومن، مان، بيج، جير، وهشيل بيج واحط طبعا بوي، بي او واي. اي ووز، ووز، وير، بيجي بعديهم الفيرب بلس اي ان جي. اي ووز واشنج ذا كار وين ذا باندا ووكد باي. وخلي بالنا لما جينا كلمه وين دي على طول بيجي بعديها ماضي، يعني فعل في اخره اي دي، وقبليها ووز وزائد فيرب بلس اي ان جي. يبقى اي ووز واشنج ذا كار، انا كنت بغسل العربيه. When the panda walked by، عندما مرت الباندا. I was washing the car when the panda walked by. عفاف was in Hong Kong a week، لمدة أسبوع. يعني إيه لمدة؟ يعني for. عفاف was in Hong Kong for a week. How were you in الأقصر؟ ما المدة؟ ما المدة يعني إيه؟ How long؟ How long were you in الأقصر؟ the tiger يعني التايجر، النمل، رانز، بيجري إيه؟ نجري بيجري ايه؟ سريع ولا بسرعة؟ يجري بسرعة، يعني ايه بسرعة؟ quickly. the tiger runs quickly. I could a bubble، بعمل ايه في البابل؟ blow a bubble، منفخ فقاعة. I could blow a bubble when I was little. do you fly the plane boy؟ طالما هنا في you يبقى yourself. لو كانت I myself، لو كانت he himself، لو كانت she herself، لو كانت it itself. ماشي. could you fly the plane by yourself؟ dear سماح، when you moved away، لما انتقلتي.
انتقلتي إلى مدينة تانية. I was sad، أنا كنت حزين. I miss you very much، أنا وحشة، أنت وحشاني جدا. Do you miss me، هل أنا وحشاكي؟ Last Sunday I went to our old friend Hiba's house. Last Sunday يعني الحد اللي فات. I went، أنا ذهبت، to our old friend Hiba's house، لصديقتنا هبة، for dinner. She showed me some old photos، وريتني صور قديمة، of our kindergarten. Our kindergarten يعني الحضانة، kindergarten class، فصل الحضانة. She reminded me of some interesting actions، وفكرتني بأحداث رائعة. We could do when we were little، كنا بنعرف نعملها لما كنا صغيرين. Do you remember what you could do؟ فاكرة انت كنت بتعملي ايه when you were little لما كنت صغيرة؟ You could build huge sand castles، انت كنت بتعرفي تبني huge sand castles يعني قلاع كبيرة هائلة. Remember، فاكرة؟ Do you like New York؟ عجبك New York؟ Are you making a lot of friends؟ هل كونت أصدقاء كتير؟ Love أسماء، عزيزتك أسماء. Where does سماح live؟ أين تعيش سماح؟ طبعا سماح lives in New York، عرفناها في الآخر. سماح lives in New York. What did أسماء do last Sunday؟ أسماء عملت إيه يوم السبت، يوم الحد اللي فات؟ Last Sunday she went، بدل آية خليها شي عشان بتكلم عن أسماء. She went to old friends Hiba's house، أو she went to Hiba's house على طول. She went to Hiba's house. Hiba showed أسماء some old، هبة ورت أسماء old إيه؟ old photos، صور قديمة. could build huge sand castles، مين اللي كان بيعرف يبني sand castle؟ سماح طبعا. سماح could build huge sand castle. my school، عايز أكتب paragraph of 5 sentences about my school. أول جملة I love my school، نقطة. I love my teachers، بحب المدرسين بتوعي، نقطة. I go to school by bus، أنا بروح المدرسة بالأتوبيس. I go to school early، أنا بروح المدرسة مبكرا. I have English, math, science and Arabic، أنا باخد إنجليزي وماث وساينس and Arabic. I love English، أنا بحب الإنجليزي. I don't love math مثلا، ماشي. رتب الجمل. أول جملة مامتي ما بتخلينيش أتفرج على التلفزيون، مامتي لا تسمح لي بمشاهدة التلفزيون. My mom won't let me watch TV. My mom won't يعني will not، يعني won't دي اختصار will not، لن تسمح لي. My mom، مامتي، won't let me watch TV. My mom won't let me watch TV. Number two، هل انت شاهدت ماتش الكورة الليلة الماضية؟ Did you watch the football match last night؟ أقولها تاني. Did you watch the football match last night؟ Did you watch يعني هل شاهدت the football match، ماتش الكورة، last night الليلة الماضية. Did you watch the football match last night؟ Number 3، Miss علا was، Miss علا كانت our kindergarten teacher، مدرسة الحضانة بتاعتنا. Miss علا was our kindergarten teacher. Miss علا was our kindergarten teacher. Number 4، What could علي do؟ ماذا كان يستطيع أن يفعل علي؟ What could علي do؟ What could علي do؟ علي كان بيعرف يعمل إيه؟ When he was little، لما كان صغير. قولها تاني. What could علي do when he was little؟ What could علي do when he was little؟ يعني علي كان بيعرف يعمل ايه لما كان صغير.